تهانينا والناموس للجميع، كما نهني مسعود بن محمد بن مسعود بن قطام المري على فوز الحزم في الخنجر الفضي للحقائق القعدان الانتاج. تهانينا والناموس على هذا الفوز. الشوط الخامس بصوت الزميل مسعود الحريري. متواصلين أيها الإخوة مشاهدينا ومتابعينا الكرام في هذا المساء الجميل في مساء الرموز لسن الحقائق، نتابع وإياكم شوطنا الماضي، وكان الناموس محالفا مع الحزم ومع مسعود الذويب يستاهل الفوز وانتزاعه للخنجر. في هذه اللحظات انطلق الشوط الخامس، ونتابع وإياكم في هذه اللحظات هذا الاندفاع والانطلاق المسائي. نتابع وإياكم المقدمة والصدارة في هذا الشوط، ونشاهد هنا الاندفاع مع المركز الأول ومع نزاعة والشوط اللي بعد الرموز. هذه نزاعة راشد بن عبد الهادي بن علي الشهواني على المركز الأول بشعار الهادي. المركز الثاني انتابع لجة لمنصور بن سيف بن دري المنصوري على المركز الثاني. المركز الثالث نشوف اللي وصلت الوثبة علي بن حليس العفاري. المركز الرابع شعار بن حمدة مع صيت سعد بن مسعود الحمدة المري. المركز الخامس نشوف اللي حضرت هناك جبارة ناصر بن سعيد بن عبد الله بن لحول المري. هذه النتيجة. نتابع وإياكم اسم قادم شقرة لفيصل بن سالم الحنزاب المري. شوفوا أيضا اللي حضرت وتدخلت بدورها وطن لمحمد بن راشد بن جلمود الفيدي على المركز ايضا الخامس. نعود الى المقدمة، نعود الى الهادي وشعاره في مقدمة الشوط. يا السلام يا هذا المهرجان، مهرجان الامير الوالد، يحمل لنا كل جديد، يحمل لنا انطلاقات مميزة، اندفاعات. يا السلام. والتوقيت معلق مع مشكور مع شعار ببرجس عبد الله ببرجس. يا سلام يا سلام في هذا المساء الجميل اللي انتزع الخنجر. يا سلام. هنا نعود الى المقدمة ونعود الى مجريات شوطنا. المركز الثاني انتابع القدوم من لجة لمنصور بن سيف بن علي بن دري المنصوري على المركز الثاني باحثا عن نقطة في هذا المساء الجميل. شوفوا الكم الهائل، شوفوا شعار بالراية وصل في هذه اللحظات. بدأت هنا بالانطلاق والاندفاع مع شعار حمد بن راشد الراية هناك من الجانب الأيمن في هذه اللحظات. نتابع هنا القادم بينما المركز الرابع انتابع الوصول من شقرة فيصل بن سالم الحنزاب المري. المركز الخامس نشوف اللي قادمة هنا مع شعار سعد بن مسعود الحمدة. يا سلام. شوفوا الكم، شوفوا الكم الهائل، شوفوا هنا في هذه اللحظات شعارات. هنا شعار بن رويشد وشعار بن مهيرة وشعار بن بطي وشعار ايضا هنا وصول من شعار بن حلوة. ولكن الله يا هذا الشوط، الله يا هذا الشوط الناري، الشوط الناري. ولكن نعود الى شعار بن دري مع لجة في المقدمة وهي ايضا في اللجة. لجة يا السلام مع ال 1500 متر في المقدمة. يا السلام باندفاع لجة منصور بن سيف بن علي بن دري المنصوري. المركز الثاني هنا في هذه اللحظات انتابع القدوم من شقرة فيصل بن سالم الحنزاب المري. المركز الثالث مع المركز الثالث انتابع القدوم هناك مع سهم سليمان بن سلامة الفايدي الجهني اهل ينبع. المركز الرابع هنا القدوم من صيت سعد بن مسعود الحمدة المري اللي وصلت. يا السلام يا السلام اللي قادمة هتان حمد بن سالم بن سعيد بن مهيرة المري قادم مع المركز الخامس. الله يا هذا الشوط. نعود الى الكيلو المتر الاخير اهل ينبع. يا السلام يا بن رويشد مع سهم لسليمان بن سلامة الفايدي الجهني. ولكن لجة تعود من الجانب الأيمن.
هنا في هذه اللحظات، بينما اللي من الجانب الايمن اللي رقمها محجوب عنا، يا السلام يا السلام، وصلت سيوف محمد بن مسعود الجفران المري، يا السلام يا بن جفران. هالأحمدية قادمين هنا في هذه اللحظات، قادمة هناك مالية لسعيد بن بطي الزعبي. الله يا المغامر، الله يا المغامر، الله. ولكن سيوف الانجازات، هذه سيوف بن جبران ايضا نتابعها، عندها نقطة هناك في ايضا في مهرجان الملك عبد العزيز، نتابع اندفاعتها. هذه سيوف محمد بن مسعود الجفران المري، يا بن جفران يا بن جفران. اهل الأحمدية يا السلام. والامتار الاخيرة مالية تحاول سيوف مالية بالرويشد، مالية سيوف. تهانينا يا بن جفران مع هذا الشوط الناري، شوط ولا أروع، سيوف لمحمد بن مسعود الجفران المري، والسلام إلى الأحمدية مع هذا الناموس والفوز وهذا الانتصار. تهانينا على هذا الفوز. المركز الثاني سهم سليمان بن سلامة بالرويشد، المركز الثالث مالية لسعيد بن بطي الزعبي، المركز الرابع وصلت القاضية لحمد بن محمد بن سالم الهويبي، المركز الخامس وصلت هتان حمد بن سالم بن سعيد الجربوعي. الله يا هذا الشوط، شوفوا هنا سيوف، سلام يا سيوف الانجازات، 5 دقائق 53 ثانية، 64 جزء من الثانية. تهانينا والناموس للجفران لمحمد بن مسعود بن محمد الجفران المري، تهانينا على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني وصلت هنا سهم وتوقيتها 5 دقائق 53 ثانية و86 جزء من الثانية. تهانينا سليمان بن سلامة الفايد الجني. المركز الثالث وصلت من الجانب الأيمن مالية، توقيتها 5 دقائق 53 ثانية 90 جزء من الثانية. تهانينا لسعيد بن بطي الزعبي. تهانينا.